مباشرة ينضم إلي من أديس أبابا رئيس تحرير صحيفة الجريدة أشرف عبد العزيز. أهلا ومرحبا بحضرتك أستاذ أشرف على شاشة الحدث. الحديث إذن عن كل تلك التخوفات المتعلقة بانتشار أو دخول جماعات إرهابية تستغل هذا الفراغ الأمني بسبب الحرب المندلعة بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطومة. إلى أي مدى يمكن السيطرة على ذلك، وما نتاج حقيقة استمرار هذه الحرب بما يتعلق بهذه النقطة على وجه التحديد؟ مصروف بإمكان السيطرة على ذلك إذا حدث، بالتأكيد كان وتحرك مدنيات ساكنة يجعل ذلك ممكن، خاصة مع السودان، يعني هو لديه حدود مشتركة مع عدد من الدول التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية. كما أن الظروف الحالية والمناخ السائد الآن بسبب الحرب ربما يكون من الملائمة لتسلل هذه الجماعات إلى الخرطوم المسمى أن تكون هي جزء من العملية الجارية. خاصة في الأوقات السابقة كانت الأجهزة الأمنية قد غلبت عدد من الخلايا العسكرية الناشطة التي تصنف في أنها تمثل جماعات إرهابية خارجية. إذا كل ذلك ممكن إذا لم يتم وقف هذه الحرب الهينة والعبثية الحالية. عندما يتم الحديث عن مبادرات ولعل كل هذه المبادرات تجتمع على مرتكزين رئيسيين، وقف إطلاق النار والاهتمام بالمسار الإنساني، ما الذي يعني يعقد تجسيد هذه الرؤى إن كانت كل هذه المبادرات أهدافها واحدة على الأقل؟ لعل الذي يعقدها هو النوايا، ولعل الإصرار على الاستمرار بالحرب هو يعتبر العامل الرئيس والأساس في مسألة زيادة هذا التعقيد، خاصة وأن كل الأطراف هي تصر على حسم المعركة عسكريا. الجيش يريد أن يعيد التموقع في بعض المناطق التي فقدها ويريد أن يحسم هذا التمرد، وكذلك أيضا من جانب آخر يحاول الدعم السريع باستسيطرته الكاملة على الخرطوم وإعلان أنه هو. لكن هل يبدو ذلك جليا أستاذ أشرف؟ يعني بالحديث مثلا عن تصريحات مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة والذي تحدث فيها عن الفصل بين القوات وعدم وجود قوات الدعم في تلك المناطق المدنية أو بين السكان، هل يبدو واضحا وجليا بأن الجيش فعلا يصر على حسم ذلك عسكريا؟ ألا تعتقد بأنه الجانبين قد توصلا إلى فكرة الحسم العسكري هو أمر غير ممكن؟ هو بالتأكيد هذا وضع واضح، لكن من الواضح أيضا أن هناك إشكالات أخرى في هذا الجانب. لعل هذه الإشكالات متعلقة بموقف هذه الأطراف من هذه العملية. واحدة من هذه الإشكالات أن الجيش الآن هو يريد أن يحسم هذه المعركة، ومعركة الخطاب الآن متناقض بينه وبين نائب رئيس المجلس السيادي. نائب رئيس المجلس السيادي حاول أن يتحدث عن أنه سيحسم هذه المسألة عن طريق التفاوض والحوار، وهذا يعاكس خطاب الجواب الذي كان قد تحدث بشكل واضح عن حسم التمرد عسكريا، وبالتالي هنالك تناقض فيما يتعلق بمؤسسة الدولة، وهذا يعكس أن هنالك أكثر من قرار داخل هذه المؤسسة. نقطة ثانية أيضا هي تتمثل في المسألة المتعلقة بالدعم السريع والذي يريد أن يسيطر على مناطق أكبر حتى لكن قبضته وسيطرته الكاملة بسبب أنها سيطرت تماما على الأوضاع. طيب يعني بالحديث عن المكون المدني أو تحديدا عندما نتحدث عن الحرية والتغيير المجلس المركزي، هل نقطة وجود جبهة مدنية موحدة من شأنها بالفعل أن تؤثر على الوضع، طالما أن كل الحراك المدني قبل اندلاع هذه الحرب لم يسفر حتى عن الوصول وتجسيد الاتفاق النهائي؟ وبالتأكيد مسألة وحدة القوى المدنية واحدة من المرتكزات الأساسية التي يمكن أن توقف هذه الحرب اللعينة، لأن في السابق لم يكن هنالك أي جهود للمدنيين، خاصة أنهم ظهروا منشغلين بالحرب. الآن توحد الجبهة المدنية يمكن أن يضيف أكثر فيما يتعلق بمسألة وقف الحرب ويزيد من الضغط على الجانبين، خاصة أن قوى الحرية والتغيير مثلا هي قد وقعت اتفاقا مع كل الأطراف المختلفة، يعني وتمثل في الاتفاق الإطار
أشرف، يعني لكن إن تحدثنا عن أوراق الضغط بطبيعة الحال يعني الأطراف المدنية لا تملك ضغطا لا على الجيش أو حتى على قوات الدعم السريع، لكن على الأقل هل بالإمكان أن يتم ترجمة، لا أتحدث عن مبادرة بقدر ما أتحدث عن صيغة تؤدي إلى جمع الجنرالين البرهان وحميدتي؟ نعم، هناك جهود أيضا تقوم بها المنصة السيد رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوكي، بما كان عبد الله في ذلك. هذه المنصة هي التي تعمل على تنفيذ المبادرات جميعها، ويمكن عبر ذلك أن تجمع بين هذه من القائد بين حمدوك وبين أيضا جانب وبين بقية القيادات المتحاربة الآن. عندما نتحدث أيضا اليوم عن الدور الإثيوبي، هل بالإمكان أن تقدم إثيوبيا على وجه التحديد يعني بالموازاة مع جهود إيجاد وهي موجودة فيها مع الإفريقيين مع المبادرات التي قدمت، هل هناك خصوصية للوجود الإثيوبي في التواصل مع البرهان وحميدتي؟ نعم، يعني في وقت سابق خاصة عندما كانت المملكة يعني عندما اندلعت الثورة السودانية كانت أيضا لعبت اثيوبيا دورا مهما وبارزا ورئيسيا في مسألة تقريب وجهة النظر بين المكون المدني والمكون العسكري، تستطيع ان تلعب هذا الدور مرة اخرى، ولكن هنالك شكوك من قبل المكون العسكري ومستمر في الجيش الان بان اثيوبيا هي غير محايدة، وبالتالي هذا يمكن ان يؤثر على الدور الاثيوبي لحد ما. اذا لابد من اثيوبيا ايضا ان تتواصل مع المكون العسكري ومستمر في الجيش وتحاول ان تزيل هذه الشعوب المتعلقة بفقدان الثقة، ومن يمكن لذلك أن يجعل الدولة السورية يلعب دورا أكثر مما هو عليه الآن، خاصة أن سوريا هي الآن تنشط فيها الكثير من المبادرات وبها مقرر الاتحاد الأفريقي والليبي. شكرا جزيلا. إذا من أديس أبابا رئيس تحرير صحيفة الجريدة أشرف عبد العزيز، شكرا.